هذا ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين في فترة مفصلية من تاريخ القضية ووسط عدوان سافر على غزة، مما استدعى ردود أفعال تضامنية عديدة من دول ومنظمات وهيئات دولية. ودعت منظمات وهيئات عالمية إلى وقف فوري للعدوان على غزة، وطلبت بضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود 4 من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.